السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في فترة جديدة ومتجددة عبر أسجهات الشروق الإخبارية المركزية التي سنتواصل معكم فيها لغاية 6:30 مساء. في ملف نقاشنا الرئيسي الذي سيتمحور حول زيارة الدولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للبرتغال وجديد هذه الزيارة اليوم بعد ندوة مشتركة مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو. إذن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء زيارة الدولة التي يقوم بها بالبرتغال وأثناء الندوة المشتركة قال إن المحادثات مع رئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا كانت مثمرة صريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. إننا على بعد أيام قليلة من أحياء الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين الجزائر ومملكة البرتغال في 14 من أجوان التي كانت منطلقا لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد. رئيس عبد المجيد تبون وأثناء الندوة المشتركة مع نظيره البرتغالي قال إن المحادثات تمحورت أساسا حول الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية وعن الوضع في فلسطين المحتلة وعن ما يجري في دولة أوكرانيا. فيما تعلق بالوضع بمالي ودول الساحل، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن وجهات النظر بينه وبين نظيره البرتغالي كانت متشابهة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال إن المحادثات لم تدخل أو لم يتم تسجيل أي اختلالات في وجهات النظر مهما كانت المجالات. نحن سائرون في طريق بناء ديمقراطية حقة يستفيد منها الشعب الجزائري برمته ونبني اقتصاد حقيقي بعيدا عن الربع أو الريع البترولي. إذن الزيارة ستفتح علاقات مشتركة بين البلدين بالإضافة إلى تعميق وتقوية التعاون، هذا ما أكده هو الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء الندوة المشتركة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أكد الرئيس البرتغالي موقفه اتجاه الصحراء الغربية قائلا: موقفنا ثابت فيما يخص قضية الصحراء الغربية، كما أن موقفنا ثابت في دعم الأمم المتحدة للقضية. سأزور الجزائر قريبا، أضاف مارسيلو ريبيلو مستقبلا في إطار تعميق الشراكات والتعاون بين البلدين. أرحب بضيفي الكريم لأبحث معه أكثر في الموضوع، الأستاذ في الاقتصاد الأستاذ أحمد حيدوسي عبر الهاتف مباشرة. أرحب بك معنا، مساءك سعيد أستاذ أحمد حيدوسي. مساء النور، أهلا بك. أهلا. بداية، بدأت مساعى البلدين في الدفع بها العلاقات الثنائية لأفاق أكبر في المحطة الأولى بعد زيارة وزير اقتصاد البرتغال للجزائر واستقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد من خلال هذه الزيارة أن الجزائر شريك ذا مصداقية في مجال الطاقة، وتسعى البرتغال والجزائر لتعميق شراكات أوسع في مجالات اقتصادية عدة. إذن المحادثات اليوم بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو تمحورت في تعميق محاور استراتيجية في شراكاتها الكبرى بين البرتغال. كسؤال أول، برأيك أي مجالات تعتبر فيها البرتغال رائدة ستستغل الجزائر الشراكة معها؟ شكرا على الاستضافة. في الحقيقة أن هذه الزيارة تندرج في إطار رغبة الجزائر في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وشهدنا بكل مرة زيارات رئيس الجمهورية إلى الخارج إلا ورافقه وفد سواء من رجال أعمال أو مسؤولي القطاعات أو الدوائر الوزارية. وجاءت هذه الزيارة لرئيس الجمهورية للبرتغال لتعزيز العلاقات التاريخية والصداقة التي تربط بين الجزائر والبرتغال، وكذلك هذه وبناء علاقات استراتيجية متينة بين البلدين، خاصة أن الجزائر ترغب في بناء علاقات من هذا النوع يسودها الاحترام المتبادل والتضامن بين الشعبين والندية كذلك في التعامل، وكذلك التعاون السياسي الحقيقي والتعاون الثقافي والاقتصادي. وجاء في مجال
الشق الاقتصادي، رغبة الجزائر في تدعيم الاستثمارات وجلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه بعد صدور قانون استثمار في السنة الماضية، قانون جاذب للاستثمار، قانون محفز على جلب الاستثمارات من كل بقاع العالم، وكما قلنا أن البرتغال تربطها بالجزائر علاقات متميزة، فرغبة من الحكومة الجزائرية الاستثمار في هذه العلاقة المتميزة بين البلدين ونقل التجربة البرتغالية، خاصة أن البرتغال من الناحية الاقتصادية تعتبر من دولة بناتج إجمالي أكثر من 250 مليار دولار، وبالتالي تعتبر في المرتبة 15 في الاتحاد الأوروبي، وكذلك دولة استطاعت واستفادت من التكنولوجيا الأوروبية، خاصة بعد اندماجها في الاتحاد الأوروبي. لذلك الجزائر من خلال قانون الاستثمار الذي حدد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية والتي ترغب الجزائر في تحقيق أولا عوائد مالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وربما لا التطلع إلى تصدير أول هذه المجالات وقطاع المحروقات وقطاع الطاقة، بحكم أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة سواء في الغاز أو كمصدر أول والبترول، وكذلك حتى في مجال الانتقال الطاقوي، بحكم أن البرتغال تعتبر رائدة في هذا المجال واستطاعت أن تتحكم في إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة تصل إلى أكثر من 50%، وبالتالي هذا يدفع الجزائر وهي التي تعول على إنتاج أكثر من 15,000 ميجاوات للكهرباء من الطاقة الشمسية. الجزائر من خلال زيارة الوزير البرتغالي الجزائر ولقائه بالسيد الوزير الأول دعاه صراحة إلى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، هذا في مجال الطاقات المتجددة والطاقات والطاقة بصفة عامة، حتى كذلك في مجال الطاقة صناعات البتروكيميائية، ومعروف عن صناعة المادة الأولية للبلاستيك التي مصدرها الغاز. البرتغال لديها 4 شركات رائدة في هذا المجال، والجزائر ترغب في الدخول إليه بقوة، خاصة أنها عقدت شراكتين مؤخرا مع دولتين هي تركيا ودولة أوروبية أخرى، ويمكن عقد كذلك الشراكة مع البرتغال، كما قلنا عندها 4 شركات متخصصة. كذلك مجال آخر مجال مهم هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اتفاقيات وإنشاء مخابر بحث مشتركة، كذلك في قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات الصيدلانية بصفة خاصة، بحكم أن الجزائر استطاعت أن تحقق 70% من احتياجاتها من في قطاع الأدوية وتطلع إلى بلوغ نسب أكثر. البرتغال كذلك لديها خبرة يمكن تبادل هذه التجارب مع الجزائر والرفع من قدرات الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية في الجزائر وتصديره ربما إلى حتى إلى الدول الأوروبية. كذلك قطاع آخر مهم هو قطاع الصناعة والصناعات الميكانيكية، بحكم أن كذلك البرتغال دولة مصدرة لقطاع الغيار السيارات وقطاع الناشئ في الجزائر، وترغب الجزائر بدخول في دخوله بقوة، خاصة أنها تعول على تنشيط قطاع صناعة السيارات، وبالتالي قطاع إنشاء أو قطع غيار السيارات هو قطاع مهم بالنسبة للجزائر يمكن أن تعول عليه في السنوات القادمة. طيب. كذلك أستاذ أحمد الحدوسي تفضل. نعم قطاع آخر هو قطاع الموارد أو صناعة السفن وتربية المائيات، والجزائر لديها شريط ساحلي معروف أنه شاسع وطويل، وبالتالي والبرتغال استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال تربية المائيات، وبالتالي يمكن الاستفادة من التجربة البرتغالية. نعم. طيب أستاذ أحمد حدوسي، الوفد الوزاري الذي أرفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعدد رجال الأعمال في زيارة الدولة التي قادته للبرتغال هي دلالات على أن الزيارة ذات طابع اقتصادي بحت. اليوم لما نتحدث عن تفعيل عمليات تعاون في المحاور الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر دولة البرتغال رائدة فيها، خاصة كما سبق وأشرت إليه أنت أستاذ حدوسي، فيما تعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وشركات
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الناشئة، إلى جانب الطاقات المتجددة والعديد من القطاعات الأخرى. اليوم الجزائر تسعى وتعمل على رفع من حجم صادراتها خارج المحروقات والتخلص من تبعية المحروقات إلى ما يقارب إلى 15 مليار دولار عام 2023. برأيك كيف يمكن لهذه الزيارة ذات الطابع الاقتصادي بحت أن تساعد الجزائر لبلوغ الهدف المرجو؟ فعلا أنه زيارة الوفد المرافق لرئيس الجمهورية يضم أكثر من 60 رجل أعمال واجتماع ولقائهم مع نظرائهم في البرتغال وتحت أعين قادتي البلدين، هذا دليل قوي ودليل على رغبة سياسية لدفع العلاقات الاقتصادية أكثر وأكثر، بدليل أن صحيح في السنوات الماضية أن العلاقات السياسية والتاريخية والصداقة كانت مع البرتغال جيدة، لكن الإيقاع الاقتصادي لم يسر على نفس الإيقاع التعاون السياسي والأمني بين البلدين. لذلك اليوم رغبة البلدين في رفع حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، من غير ممكن أن نجد 60 مليون دولار فقط استثمارات برتغالية في الجزائر والعلاقات الموجودة بين البلدين، من غير ممكن أن نجد أن حجم التبادل بين البلدين لا يتعدى 450 مليون دولار صادرات وواردات من بين الجزائر والبرتغال ودولتين محوريتين في بحر الأبيض المتوسط. كذلك هذا من خلال تفعيل لجنة الصداقة بين البلدين واللقاءات المتكررة واجتماع هؤلاء رجال الأعمال من أجل اكتشاف الفرص التي كنا تحدثنا عنها والتي يشير إليها قانون الاستثمار صراحة، وتعتبرها الحكومة ذات أولوية كما قلنا، صنع انتقال تقوي المؤسسات الناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأشغال العمومية، وكذلك صناعات التحويلية التي تشكل يعني مورد مهم وتشكل رافد أساسي للاقتصاد البرتغالي، بحكم أن 99 أو 98% من الاقتصاد البرتغالي يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجزء كبير منها في قطاع صناعات التحويلية الذي تريده الجزائر اليوم وكذلك قطاعات أخرى كما تحدثنا عنها. اليوم بانعقاد الدورة السادسة لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الجزائري البرتغالي وبزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذا آخر الإحصائيات كما سبق وأشرت إليه تشير إلى أن حجم الاستثمارات البرتغالية بالجزائر لا تتجاوز 60 مليون دولار، وتنشط ما يقارب 80 مؤسسة برتغالية في قطاعات عدة بالجزائر، لكن في المقابل دولة أو مملكة البرتغال كانت قد أبدت بالرغبة في مضاعفة استثمارات بلادها بالجزائر 5 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة. برأيك أي قطاعات لها الأولوية أن تستثمر فيها البرتغال هنا بالجزائر، طبعا وهذا تحت قانون الاستثمار الجزائري الجديد؟ فعلا رغبة البرتغال في رفع من حجم استثماراتها اللي قلنا في حدود 60 مليون دولار إلى ربما في حدود 300 مليون دولار، وهناك العديد من القطاعات، وهذا يشجعها نظرا لأن قانون الاستثمار كان واضحا وجاذب ويضمن أولا حقوق وتوفير حقوق وتوفير احتياجات السوق الداخلية، كذلك يضمن حق الاقتصاد الجزائري وضمان يعني الاقتصاد الجزائري، ويضمن في نفس الطرح وفي نفس الوقت يضمن حقوق المستثمر الأجنبي. لذلك يرغب البرتغاليين في الانخراط بقوة في مجال الاستثمار في الجزائر كما قلنا، لأن هناك العديد من القطاعات الواعدة والمغرية يمكن الدخول إليها سواء بشراكة أو الدخول باستثمار مباشر أو الدخول يعني بمختلف السياق. لذلك كما قلنا هناك العديد من المجالات والتي صراحة نص عليها قانون الاستثمار والتي يعتقد أنه يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة والجزائر تمتلك فيها ميزة تنافسية، بحكم أن المواد الأولية متوفرة في الجزائر، بحكم أن مصادر الطاقة سواء الكهرباء أو بمختلف أنواعها متوفرة بأثمان رخيصة، يدعم إلى مؤهلة وقابلة على
ولديها قدرة على الاندماج والتكوين والتعلم بسرعة، سوق داخلي كبير 45 مليون نسمة، وسوق مغاربي أو سوق إقليمي جواري كبير جدا يمكن تصدير المنتجات إليه، كذلك بنية تحتية متوفرة في الجزائر بأكثر من 11 ميناء وكذلك مطارات دولية، عقار الحكومة تقول متوفر من خلال سواء المسترجع أو الذي يتم من خلال المناطق الصناعية قيد الإنجاز والتي ستدخل في القريب. هناك عدة امتيازات ستسمح بإقامة مشاريع مشتركة خاصة كما قلنا في المجالات التي حددها قانون الاستثمار، وهي نفس المجالات التي يعني يتميز بها الاقتصاد البرتغالي، لذلك هناك نوع من التشابه بين الاقتصاد الجزائري واقتصاد البرتغالي خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والصناعات التحويلية. نعم، كما سبق وأشرت المؤسسة الناشئة التي تعتبر فيها دولة البرتغال رائدة فيما يخص خصوصا القطاع الفلاحي والزراعي، واليوم الجزائر مع طموحها في الوصول لبلوغها الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ضوء التقلبات الدولية فيما يخص هذا المجال، قد تكون دولة البرتغال مع شراكاتها الاستراتيجية محور لها في شراكاتها. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. أستاذ أحمد حدوسي الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف مباشرة وشاركت معي في إثراء نقاش الحدث اليوم، والحدث ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من البرتغال في ندوة مشتركة مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيرو. فلنستمع لما أكده رئيس عبد المجيد تبون من لشبونة. توجه بالتهاني الحارة لفخامة الرئيس وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في 10 جوان المقبل بعيده الوطني يوم البرتغال، وإننا ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان، التي كانت المنطلق لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد. نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 جانفي 2005. لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. الرئيس عبد المجيد تبون قال إن نظيره البرتغالي كان قد اتفق معه في مجمل القضايا. تحدثنا مطولا عن الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن ما يجري في أراضي أوكرانيا مع دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة، وعن الوضع توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها، مثل دولة البرتغال. الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله، نطمح كذلك إلى حل مشكلة الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة و
قرارات مجلس الأمن، وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. مثل ما تعرفون فخامة الرئيس، الجزائر موقفها واضح، أن ندافع من أجل دولتين، لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ما يخص الوضع في مالي والساحل، عبرنا على اتفاقنا تقريبا نفس النظرة. هذا إذا كان عبر عليها بصفة أخرى، أعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي ناولنا فيها الحديث مع فخامة الرئيس اللي عندنا فيها نظرة مختلفة، ما عندنا نظرة مختلفة في حي في حتى نقطة من النقاط اللي تحدثنا فيها. أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف مباشرة، أستاذ الاقتصاد إسحاق خرشي، الذي سأثري معه نقاط أخرى. أرحب بك معنا مساء سعيد أستاذ إسحاق خرشي. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. في إطار وصلب محادثات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وناظره مارسيلو ريبيرو دي سوزا، كيف يمكن برأيك تفعيل عمليات التعاون في المحاور الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر دولة البرتغال بها رائدة؟ أتحدث هنا في كل ما تعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إلى جانب الطاقات المتجددة وقطاعات أخرى. الآلية التي تضمن ما ذكرت هي والتي تمثل الخطوة الأولى هي مذكرات التفاهم والاتفاقيات. نعم. وهذا سيعمل عليه الوفد الحكومي الجزائري ونظيره البرتغالي. أعتقد لم يتم الأمر مساء اليوم، سيتم يوم غد، حيث سيتم عقد بعض مذكرات التفاهم في بعض المجالات التي يرى رئيسي البلدين أنها تخلق قيمة مشتركة، علاقة العبث بينهما، بالإضافة إلى ما ينتج عن اجتماع رجال أعمال أو مجلس رجال أعمال الجزائري البرتغالي، ثم أيضا القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر والتي تمتلك فيها البرتغال لوضعية تنافسية قوية. فالخطوة الأولى هي عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم تأتي عملية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحويل كل هذه الاتفاقيات إلى عقود وشراكات بين مؤسسات الجزائرية وناظرتها البرتغالية لتطبيقها على أرض الواقع. طيب، في نقطة أخرى كذلك، البرتغال أبدت استعدادها للاستثمار أكثر بالجزائر، بحيث حجم الاستثمار بالجزائر للبرتغال لا يتعدى 60%، وعلى عتبة 80 مؤسسة هنا بالجزائر تعتبر مؤسسة برتغالية. البرتغال من جانبه قال إنه يطمح للاستثمار 5 مرات أكثر في السنوات القليلة القادمة كما سبق وأشرت. برأيك أي قطاعات اليوم الجزائر تحتاج استثمار أجنبي بها؟ ومن بين القطاعات التي تتطلب الاستثمار في الجزائر وفيه طلب في السوق كبير جداً وبإمكان البرتغال استثمار فيها، وقطاع الصناعة الميكانيكية وبالتحديد قطاع صناعة السيارات. حتى نعلم بأن البرتغال تصدر حوالي 4 مليار دولار سيارات في السنة و 3.9 مليار دولار قطع غيار وإكسسوارات خاصة بقطاع السيارات. فهذا القطاع بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر لأن الطلب المحلي قوي. في قطاع آخر وهو متعلق بصناعة البلاستيك، بالتحديد الإطارات المطاطية يعني الخاصة بعجلات السيارات، البرتغال متمكنة جدا في هذا المجال، صدرت 1.2 مليار دولار، يعني الأرقام كلها بالمليار دولار، أرقام كبيرة. ثم في أيضا قطاع آخر وهو قطاع صناعي، البرتغال تمتلك وضعية تنافسية قوية في مجال صناعة الأحذية الجلدية، صدرت 1.7 مليار دولار في السنة الماضية، الطلب المحلي أيضا قوي في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، حتى لا أطيل، أنه في قطاع آخر
استراتيجي جدا وهو قطاع الطاقات المتجددة. أن الجزائر تهدف إلى تصدير المزيد من النفط الخام والغاز إلى الخارج، ولكن الاستهلاك المحلي قوي جدا لا يسمح بتصدير كمية كبيرة. فنريد استثمارات برتغالية في قطاع الطاقات المتجددة حتى نستهلك الطاقة التي تنتجها الطاقات المتجددة في السوق المحلي، والطاقة الأحفورية مصدرها نحو الخارج. أعتقد أن هذه أبرز القطاعات الممكن الاستثمار فيها هنا في الجزائر مع الشريك البرتغالي. طيب في الأخير وكقراءة شاملة لدلالات زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأن في شقها الدبلوماسي الاقتصادي، انعقاد الدورة السادسة لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الجزائري البرتغالي وزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للبرتغال، إلى أي مدى برأيك تعتبر رسالة لدولة إسبانيا مفادها أن استمرار النهج الذي سارت عليه حكومة سانشيز يفقدها ما تبقى من مصالحها في الجزائر؟ أكبر هاجس بالنسبة لإسبانيا هو استبدال السوق الإسباني بناظره البرتغالي، بمعنى ما كنا نستورده من إسبانيا وأوقفنا استيراده نعمل استيراده من دولة البرتغال. هذا أكبر مخاوف إسبانيا. ثم أيضا من ناحية جيوستراتيجية وجيوسياسية، الجزائر بعدما أمنت الجهة الشرقية علاقات جيدة في المتوسط مع إيطاليا، الآن تعمل على تأمين الجهة الغربية، بمعنى خط موريتانيا البرتغال، هذا بالغ الأهمية. مع موريتانيا وثقنا العلاقة بشكل جيد، 26 اتفاقية السنة الماضية في الجهة الجنوبية الغربية، الآن تبقى الجهة الجنوبية ولكن الشمالية، نتكلم عن دولة البرتغال. أعتقد أن الاتفاقيات التي ستبرم مساء اليوم أو غدا صباح تعمل على تعزيز هذا المحور أكثر، وهو محور موريتانيا البرتغال. هكذا نستطيع القول نعم بأن الجزائر دولة قوية في البحر الأبيض المتوسط وفي شمال إفريقيا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسحاق خرشي خبير الاقتصاد، كنت ضيفي عبر الهاتف مباشرة وشاركت معي في إثراء النقاش. إذن تابعنا متابعينا الأكارم ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا من خلال زيارة الدولة التي قام بها. لا بأس أن نعيد ونشير لما أكده الرئيس البرتغالي ريبيرو، وهذا في الندوة الصحفية المشتركة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فنتابع. بالنسبة للعلاقات التي نتبادلها، احنا سائرين كذلك في طريق بناء ديمقراطية حق يستفيد منها الشعب الجزائري برمته، ونحاول أن نبني اقتصاد غير مبني على الريع البترولي، وأن نبني اقتصاد نابع عن اقتصاد الذكاء والمعرفة والمؤسسات الناشئة. بالنسبة لما أكده النظير البرتغالي الذي قال أنه يسعى في الشراكة مع الجزائر في مجالات عدة، لدينا موقف ثابت يحترم دور الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يتعلق في الصحراء الغربية، ونود القيام بأمور ديمقراطية وعمل ديمقراطي وعمل يرضي الجميع. موقفنا هو الثابت كما يعلم فخامة الرئيس فيما يتعلق بأوكرانيا، موقفنا هو ثابت ونود الحصول على السلام. نحترم المبادئ والتعاون وكذلك فيما يتعلق في الدول، جدا لنستطيع الحوار وإنشاء حوار مفتوح وحميم بين الطرفين. إن هذه الخطوة كانت خطوة جدا مهمة للتعاون بين الشعوب وبين الدول للتفكير في المستقبل. متابعينا شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، ابقوا معنا. موعد الإخبارية الرياضي بعد الفاصل، موعد الإخبارية متواصل على شروق النص.